تخافيش مش هتعي. متقلقيش هسيبه مفتوح. ممكن بقى تدخلي؟ ما انا اهو هنوقف يعني قصاد الباب. وحشتيني اهو. وانت اكتر يعني. ليه ما طلعتيش امبارح؟ مش بتقولي وحشتك؟ معرفتش والله هيك، بس الصراحة يعني كان نفسي تنزل امبارح عشان أعرف أبص عليك. وأنت عامل إيه في مذاكرتك والكلية وكده؟ مش عارف أذاكر، كل ما أفتح الكتاب بتطلع لي فيه. ها؟ طب أنا هنزل بقى. أنت لحقتي؟ ما عشان بس ما حدش يستعوقني تحت. مش هقدر أستحمل كده كتير، مش هنفضل خايفين زي العيال كده على طول. أنا أول ما أخلص الامتحانات أكلم باباكي. إيه؟ أبويا أنا؟ إزاي يعني؟ عادي. هقول له أنا بحبك، أنت بتحبيني وما أقدرش أبعد عنك. يا لهوي، ده كان يذبحني فيها. هو أنا أقول له كده وهجري؟ هخطبك مني. عشان ما نبعدش عن بعض أبدًا. أنت مش نفسك نكون مع بعض على طول؟ والله ما نفسي في حاجة تانية أكتر من كده. بس هو كل اللي بنعوزه بيحصل يعني. يعني ما يحصلش ليه؟ أنا هتخرج السنة دي. بعدها مفيش حاجة تمنعني إني أكون معاكي. وأنا بوعدك قدام ربنا إننا مش هنكون غير لبعض. يا ريت. إحنا نستنى ليه لآخر السنة؟ أنا بفكر أكلم أخوكي من دلوقتي. حسن؟ أيوه. مش بتقولي إنه أقرب واحد ليكي؟ وده كمان أخوكي الكبير، يعني ممكن نتكلم معاه قبل ما نكلم باباكي. أيوه، بس ما أظنش إن حسن يرضى بحاجة زي دي. ما يرضاش ليه؟ انت ياما حكيتي له انه بيحبك وبيخاف عليكي. ايوه، بس هيعرف بقصتنا دي كلها؟ هتقول له انك بتحبني ازاي؟ حسن شاب ازاي انا؟ يعني هيفهم. وده اخوكي، يعني اكتر واحد يتمنى يشوفك مبسوط. بس يا ريتها كانت على حسن. كانت هانت. قصدك ايه؟ يعني حتى لو حسن وافق، ابويا هيوافق؟ طب حتى لو ابويا وافق، انت اهلك هيوافقوا؟ هيرضوا يعني انك ترتبط ببنت البواب؟ اوعي تقولي كده. تبتدي بس بحسن، بعد كده سيبي بقى ربنا. انزل انت وما تقلقيش. سيبي تصحى انا هبقى بس. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.